في الامام، يوسف ناصر بيتقدم، حتى بالقول يوسف ناصر، حتى 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 جول ثاني لصالح منتخب الكويت، جول 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 لصالح منتخب الكويت، هدف ثاني، هدف ثاني. استغل الامور، استغل الامور يوسف ناصر، اذا يضع الامكانيه الحاضره في هجمه سليمه، في لعبه وامكانيه جميله بنقل الكره بشكل جميل 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 الى يوسف ناصر، حضر وهيا، سدد في مرمى المنتخب النيبالي، جول جول. شوف العاده، شوف الفنيني ونقل الكره، لوب جميل، لوب جميل، لوب جميل الى الاستقبال المثالي والتحضير بشكل جيد والتسجيل ثاني اهداف منتخب الكويت، ثاني الاهداف لصالح منتخب الكويت. شوف الاعاده، برافو يوسف ناصر، وضع كل الامكانيه الحاضره مع الخبره الجيده الحقيقه اللي تمتع فيها يوسف ناصر الى تسجيل هدف في مرمى المنتخب النيبالي، هدف ثاني لصالح المنتخب النيبالي. بالسلامة مدرب المنتخب النيبالي عبد الله السلاحي، مدرب منتخب النيبال الكويتي اللي بيقود منتخب النيبال، وصرح في اليوم أمس أنا بيعاني من ظروف صحية خاصة وراح يراجع الأمور الطبية الخاصة بعد هذه المباريات، وكان السؤال عن إمكانية الاستمرار في قيادة المنتخب النيبالي في قادم المنافسات والأيام، لكن صرح بأنه هو يعني في رهن استشارات الطبية الخاصة لهذه المرحلة القادمة عن إمكانية الاستمرار مع المنتخب النيبالي من عدم الاستمرار، لكن أكيد نتمنى السلامة لابن الكويت عبد الله الشلاحي، وأن يجتاز إذن هذا الظرف الصحي. في هذه الأوقات بالسلامة، وشايف أيضا لاعبين المنتخب النيبالي